السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا اهلا وسهلا. الليلة راح نتكلم عن المصيدة الخاصة بذبابة الفاكهة او غيرها من الحشرات ايضا. مصيدة رخيصة وسعرها في متناول الجميع، تقريبا يمكن من 10 إلى 20 ريال تقريبا. ايضا طريقة تركيبها واعدادها يسيرة، نسبة الاصطياد فيها جيدة، واهم شيء في الاصطياد هو التركيز على الفرمون الجاذب لذبابة الفاكهة او غيرها من الحشرات. احيانا حتى بدون الفرمونات هذه قد نكتفي بالاضاءة. القطعة عندنا بهذا الشكل تلاحظونها مثقوبة من الاسفل بحيث ان الحشرات تدخل من هنا، وبعد ذلك تستقر داخل المنطقة البيضاء هذه، ما تستطيع أن تغادر. المجسم والشكل الأبيض هذا عنده 4 أسنان بحيث أنها تركب هنا وتطابق عليها بشكل جيد، وبعد ذلك يتم شدها وتصبح جاهزة. اللي راح نتكلم عنه أيضا وأهم ما في العملية اللي هو الفرمون الجاذب اللي راح يركب هنا. كيف راح نعمل بالفرمون؟ راح نحضر اي قطنة كانت موجودة عندك باي شكل كان، اهم شيء انها تركب في المنطقة هذه بشكل جيد. الفرمون الجاذب اللي عندنا اللي هو هذا النوع، طبعا هو اساسا يأتي عبوات كبيرة جدا وغالية، ولذلك انا استفدت ان وجدت احد الاشخاص يبيع العبوات الصغيرة هذه. بسم الله، راح نفتحه كذا بالشكل هذا وناخذ القطنة نلمها على بعض بهذا الشكل ونبدأ نرشها بالفرمون الجاذب. بسم الله، بحيث انها تتبلل بشكل جيد. الان اصبحت مبللة، راح اضعها هنا تمام، وتتركب في الداخل هنا بهذا الشكل بالضغط. راح اكبسها كبس كذا، استقرت، وراح اضيف هنا شوية ماء ثم اقفلها بشكل جيد واضعها في البيت المحمي، وراح اوريكم الان ان شاء الله في البيت المحمي. الان راح اشوف وين اعلى منطقة منصفة هنا، راح اربط فيها خيط تمام. ممكن انك تعلقها عالية، تعلقها منخفضة، حسب ما ترى انت. انا عندي بعض النباتات تكون قصيرة جدا، لذلك أرغب أن تكون المصيدة قريبة منها. عموما كل ما ارتفعت المصيدة للأعلى كل ما كانت أدعى لجذب الحشرات من اليمين ومن اليسار. الآن راح أعلقها مثلا هنا، المنطقة هذه أنا أشوف أنها مناسبة نوعا ما. راح أعلقها بالشكل هذا، أرفعها شوي بالشكل هذا، أصبحت نوعا ما جيدة، وأربطها. وبإذن الله بكرة راح نشوف هل امتلأت، هل هي تصيد بالشكل الجيد. راح نختبر الفرمون، راح نختبر المصيدة، ايضا لونها الاصفر او البرتقالي او الاحمر، كل الالوان هذه تشد يعني انتباه الالوان الفسفورية عموما، يعني تجذب الحشرات. بالاضافة الى ذلك الفرمون المستخدم هل هو مناسب ام لا؟ ايضا ممكن نضع اضاءة بحيث انها تلم الحشرات يقبلون عليها بشكل اكبر. ايضا الماء ممكن ان يستبدل باي مبيد او يضاف اليه مبيد بسيط، بحيث انه اذا دخلت الحشرات وسقطت في الاسفل تموت على طول. يعني هي عدة افكار، باذن الله سبحانه وتعالى راح اصور لكم. انا وضع 3، واحدة هنا، الثانية هناك في المنطقة فوق الباذنجان، وايضا عندي واحدة هنا بجانب الطماطم، هذه لسه مركبها الليلة، وبإذن الله بكرة نشوف وش أحصل عليها. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.